هقول مقادير الايس كريم هنحطه في المكنه وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. عندي مقادير الايس كريم: كوبايه من الكريم شانتيل باودر بسكر ولا بدون سكر؟ لا بدون سكر. كوبايه من الكريم شانتيل باودر، وعندي 4 علب زبادي او ما يعادل ربع كيلو زبادي، ربع كيلو زبادي، وعندي كمان نص كيلو زبادي، وعندي كوبايه ونص من اللبن السائع، كوبايه ونص من اللبن السائع، وكوبايه من الحليب المكثف المحلى، معلقتين عصير ليمون، وهنقدمهم مع فراوله او راسبري اللي هو مركز هقول عليه لما نرجع. هقول تاني: كوبايه كريم شانتيه اهي في المكنه على طول، باودر خام بدون سكر، وعليها كوبايه ونص من اللبن السائع، كوبايه ونص من الحليب السائع، هنضربهم مع بعض لغايه ما يتجمدوا خالص على بال ما نرجع من الفاصل. ما حدش يروح في اي مكان عشان تشوفوا كل ما هو ممتع. هنا بقى كوبايه الكريم شانتيه باودر اللي عليها كوبايه ونص من اللبن المثلج وصلت للدرجه ان هي اتخفقت معايا جامد، نقوم حاطين عليها عصير الليمون وهي شغاله المكنه برضو، وبعدين نحط عليها اللبن المكثف المحلى وهي شغاله المكنه، شايفين هو ده اهو، بعد ما حطينا اللبن المكثف المحلى عليها، وبعدين اخر حاجه نضيفها ايه بقى؟ نص كيلو من الزبادي، نص كيلو من الزبادي وهي شغاله المكنه اهو، والجهاز شغال معايا، وبعدين ناخد ده كده نحطه فين؟ خلاص كده هنقفل ونرفع. شوفوا بقى الخليط عامل ازاي وكثافته، هو ده ايس كريم الزبادي، احلى من اي ايس كريم هتشوفوه. وبعدين ناخد هنا ونفضي اهو، وتخش فين؟ في الديب فريزر لو عندي مكنه الايس كريم، شايف يا اتش اهو، شايفين؟ بعد كده نسويها ونملى بيها الخليط بتاعنا، نخبط كده عشان ما يبقاش فيها هواء خالص، وبعد كده نسويها خالص وندخلها الفريزر او في مكنه الايس كريم، هتطلع معايا بالشكل اللي هوريه لكم حالا حالا، عشان بس خلاص احنا هواء الهواء اهو يا حبيبي يا نوفل، ربنا يخليك ليا اهو، والله العظيم بوسه على الهواء، بوسه على الهواء. ادي شكل الايس كريم اهو، وده الفراوله او الراسبري او البلاك بيري او اي حاجه او التوت البري اللي انتوا عايزينه على الوش. يلا بينا اهو، خش بقى عليا، خش عليا اهو، يلا خش عليه، يلا يا شريف. بنفردها كده، فين 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 اهو، شفتوا بقى ايس كريم بالتوت البري او بالفراوله زي ما انتوا عايزين، بنوزعها كده على وشها، جربوه هيبقى احلى ايس كريم هتشوفوه ان شاء الله. عايز اقول لكم ان انا كنت مستمتع معاكم النهارده، هاتوها لهم كده من الجنب بقى، الجنب ده. يا حبيبي ربنا يخليك ليا، ما تحرمش، الله ينور يا شريف. زي ما بقول كل يوم يا رب نحب بعض يا احنا.